شعبان انا لازم اغب طارق من رأفت علواني زي ما قتل ابويا. يبقى كده مفيش غير حل واحد. ايه هو اللي بيخلص؟ مين هو؟ فرانشيسكو الباتشينو. طب كلمه لي بسرعه. تشاو الباتشينو. تشاو. النهارده معادنا الساعه 7. سي باي باي. كده جيت تبويا ترتاح. تشاو. الساعه 2 بالليل هيبقى في كازينو تفاح ودي صورته. ساره يا بنتي ما تجيبي فلوس نأجر لنا رقاصه. طب روق على حالك. رأفت العلواني؟ ايوه انا رأفت العلواني. جيت الترموستات؟ ايه اركب سماعات. اوه بابا مش سيدك يا الباتشينو. الباتشينو المسدس ده فيه طلقة واحدة يا الباتشينو هتموت بيه. أنا ابن عمي جاي يقتلك يا الباتشينو. هو فين؟ أهو والله وقعت يا الباتشينو. شباب سيف وبلاد شو ما عدوش قدامكم؟ تدخلت فيديو غلط. اسمع 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 وقع في العمضة بس يسير زفر بيبي. صورة سعيدة شباب. أو الباتشينو. أو مام جايب لأمك يلا الباتشينو قفلت الماتور؟ نو نو يا